صباحو إيمان، من فضلك إذا أمكن سمعوا تصريح مدير الصحة السابق. فقط أن فيما يخص هذا هو خطأ طبي، حتى الطبيبة الجراحة الخاصة بجراحة النساء كانت أقرت هذا، لأن في ذاك اليوم ونظرا للضغط كانت دارت 4 عمليات جراحية. طبعا هذا لا يغفر لها أنها تكون في هذا الخطأ، لكن هذا الخطأ ربما وارد، ربما واحد في في في, في الألف أو في المليون، لكن القدر شاء أن باش تكون هذه هذا الأمر في في احنا. الشيء هذا اللي خلى أننا اتخذنا الإجراءات اللازمة بعد التحري، والتحري كان سهل لأن الطبيبة كانت أقرت بأنها بعد ما شفت الصورة تاع السكانير أقرت بأنها خطأ للتعب لكذا، ونحن بطبيعة الحال نتخذ الإجراءات الإدارية الخاصة بهذا الشأن، وهو معاقبة الضغط في انتظار، يعني نقول توقيف تحفظي في انتظار أن يتبين الأمر مع المختصين فيما يخص الكونسي دو لورد الأخلاقيات منه، وكذلك العدالة إن شاء الله.